أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها، ولم يحضر زوجها الفنان تيم حسن، ومصير برنامجها السيرة. شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها على ستوري انستغرام بصورة لها من أجواء الاحتفال بابنتها جودي، حيث ظهرت برفقتها إلى جانب نجلها الثاني ريان، وهما يستعدان لقطع قالب الحلوى والذي استوحى طابعه من زمن كورونا من خلال تزيينه بماسك طبي باللون الأزرق وبأدوات التعقيم. وانهالت المعايدات على ابنة الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث تمنى لها الجمهور باقة متنوعة من الأمنيات السعيدة، بينما ركز آخرون على الشبه الكبير بين الطفلة ووالدتها وفاء الكيلاني، معتبرين بأنها تتقاسم الشبه معها بشكل كبير. وما كان لافتا غياب النجم تيم حسن زوج الإعلامية وفاء الكيلاني عن الصورة، حيث من المعروف بأن أولاد الإعلامية وفاء الكيلاني يعيشون معها برفقة تيم حسن. ولدى الإعلامية وفاء الكيلاني طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي وريان، فيما تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو عام 2017. أما الفنان تيم حسن فلديه طفلان من زوجته الفنانة السورية ديما بياعة. ومن ناحية ثانية، لم يعرف بعد مصير برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني السيرة أو موعد عرضه، والذي كانت قد نشرت البرومو الترويجي له في شهر فبراير الماضي. وتعتبر هذه الصورة للإعلامية وفاء الكيلاني وأولادها جودي وريان في آخر ظهور لهما. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.